أبناء وبناتي طلاب الصف الخامس ابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنراجع اللي احنا خدناه الأسبوع اللي فات. أول سؤال بيقول لي 4 و6798 من 10,000، والأقرب جزء من 1000. أقرب جزء من 1000، هنبص على التسعة. التسعة قبلها التمانية، التمانية هتدي التسعة 1، التسعة هتبقى 10، فاحنا مش هنكتب العشرة كلها، هنخلي مكان التسعة 0 ونرحل 1 على 7، يبقى 0 8 6 علامة 4، يبقى 4 و680 من 1000، ممكن نشيل الصفر. هنا بيقول لي حول 54 كيلو جرام إلى طن. هنحول من الصغير للكبير. لما حول من الصغير للكبير هنقسم، هقسم على 1000 عشان بين الطن والكيلوجرام 1000. لما أقسم على 1000 هنحرك العلامة جهة الشمال 3 حركات، ادي حركة، 2 3، تالتة أحط مكانها 0، 4 5 0 علامة، و54 من 1000. هنا بيقول لي 3978 على كام؟ يديني 3978 من 1000. لو لاحظنا هنا العلامة اتحركت 3 حركات جهة الشمال، يبقى أنا قسمت على 1000. هنا بيقول لي 35 و678 من 1000 في كام؟ يساوي 3567.8 من 10. لو لاحظنا هنا العلامة اتحركت 2 حركات جهة اليمين، يبقى أنا ضربت في 100. هنا بيقول لي اضرب 1 و5 في 1 و2 على 3. قبل ما نضرب الكسور دي لازم الأول أرفع الكسر. هنرفع الكسر الأولاني، المقام عندي زي ما هو، انزل اضرب، اطلع اجمع، 1 في 5 ب5 و1 6، في برضو المقام عندي زي ما هو، انزل اضرب، اطلع اجمع، 1 في 3 ب3 و2 5. اتفقنا ان احنا بنختصر المقصات اللي عكس بعض مع بعض، على 5 فيها 1، على 5 فيها 1، وهنا على 3 فيها 1، و6 على 3 فيها الـ2. 2 في 1 ب2، و1 في 1 ب1، 2 على 1 ب2. هنا بيقول لي 4 و559 من 1000 يساوي تقريبا 4.6، ده الأقرب جزء من، انت نطقت قلت من 10، يبقى الأقرب جزء من 10. هنخش على الدائرة. أي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة تسمى، طالما ما ذكرليش وقال لي تمر بالمركز يبقى ده كده وتر. طول قطر الدائرة التي نصف قطرها 4، احنا اتفقنا ان طول القطر بيبقى ضعف نصف القطر. انت عندك نصف القطر 4، يبقى القطر كله عبارة عن 2 في 4 ب8. هو اطول وتر في الدائرة ده اسمه القطر. هو قطعة مستقيمة تصل بين المركز واي نقطة على الدائرة، المركز ونقطة على الدائرة، ده هنسميه نصف قطر. وبكده بقى احنا راجعين على اللي خدناه الاسبوع اللي فات كله، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم.